الصلاة والسلام يتمنى أن نرد رحمة العالمين ثم أما بعد، فالله مشرع سري ويسر لي أمري وحرر أحسن من لساني أفقه قولي. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه على جميع نعمه، ثم أشكر من قام بتوجيه هذه الدعوة لي وكذلك القائمين على هذا المركز المبارك وكذلك هذا الجمع الطيب الذي تكبد المشقة والعناء للحضور. ولا يفوت فوتني بعدي بدء أن أبشر نفسي وإياكم أيها الأخوة، وكذلك أدعو إلى التفكر في هذا الكلام. أيها الحبيبة، كم من مسلمات ومعتقدات أنت تؤمن بها وتقدم لها الغالي والنفيس، فكيف إذا جاء الأمر من الصادق المصدوق محمد بن عبد الله الأمين؟ صلوا عليه يا أخوان. يا أخوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. يا أخوان، الكلام هذا ليس للتأثير مؤقت، لا، ينبغي أن نعيش حياة. اسمع، وفق الله وإياك لما يحبه يرضاه. إلا إيش؟ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. أنت تتكلم عن أمر عظيم جدا، هذه معاني كبيرة ومتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. يفترض لو أقول الآن، طبعا أنا ما أتممت الحديث وأنتم تعلمونه، لكن لو أقول الآن أن هناك من سيعطي، حتى لا أقول أنا اللي أعطي، مليون أو مئة مليون ها من عملة هذا البلد، ماذا سيكون في قلبك؟ بالله عليك، أي فرحة ستسمعك؟ أنا أقول لك نزلت، لكن أقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. من أنت حتى تحفك الملائكة؟ انتبه أيها الحبيب إلى هذه الألفاظ: ثم وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بالله عليك، أتفكرت في هذا الكلام؟ أن يذكرك الله عز وجل باسمك عنده، أي شرف. يا أخوان، نفتقد حقيقة أمر عظيم رفع الله به أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كما قال العلماء: لم يسبق الناس أو الصحابة رضي الله عنهم بكثير عمل، ولكن بشيء وقر إيش؟ في القلب. يا أخوان، هذه القلوب مغيبة، وهناك من يسعى لإشغالها عن الغاية التي خلقنا من أجلها، العبادة. يا أخوان، تعلمون لكم رب كريم عظيم جواد، والله ما تنزل بك نازلة ولا تجتاحك جائحة، وترجع إلى الله عز وجل صادق من قلبك، لا مجرب أيها الأخ الحبيب، صادق يتحرك هذا القلب بإيقان تام بأن الله عز وجل سينفعها. تماما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحيي أن يرد يدا عبدا إيش؟ صفرا إذا رفعهم إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه معاني تحتاج إلى الوقوف معها. أنت قد اجتباك الله عز وجل واصطفاك الله عز وجل واختارك لهذا الدين، لا تستكبر ولا تستعجل، اصبر. وجعلناهم إيش؟ أئمة إيش؟ يهدون بأمرنا لما إيش؟ صبروا وكانوا بآياتنا يهدون. أنا والله أشتغل، أنا والله عندي أمور كثيرة تشغلني، كيف سأوفق بينها وبين هذا المركز أو طلب العلم؟ همم يا أخوان، أسامة قاد الجيوش وفيها الصاحب وعمره 17 سنة. لا تتعذر نفسك، جرح نفسك. ترى هذا مو موضوع على فكرة يعني، بس والله حبيت أن أتكلم بهذه الخاطرة حتى أنفع بها نفسي ثم إخواني الموجود. حقيقة هذه الوجوه الطيبة النيرة على
أمر عظيم ومطلوب منها أمر عظيم. استشهد أيها الأخ الحبيب أنك في نصرة الله ثم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. استشهد أيها الأخ الحبيب سعة الله الغالية الجنة. استشعر أيها الأخ الحبيب أنك على ثغرة وأن هذا الدين محتاج إليك وأنك تستطيع ذلك. ما خلقت الجنة إلا لنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل من يا رسول الله؟ ها؟ قال من أطاعني ها؟ دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب أنا أسأل، كيف تقول أنك تطيع الله عز وجل ها؟ وأنت لم تعتبر بأمنه على الشكل المطلوب، وأنت تعرف نفسك بين الإنسان ها؟ على سبيل بصيرة تعرف. يؤلمني حقيقة. أنا أسأل مو لي شيء، مو لي قدح في السائل لا والذي بنفسه، بل هو حديث، لكن يقول كيف يكون لي ورد أو كيف أتفاعل مع رمضان الشهر الكريم القادم لنا يا أخوان. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون الله 6 أشهر أن إيش يبلغهم رمضان، ثم لما يقضي رمضان ها يسألون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم. من دعا ذلك منا ها؟ مررنا على هذه الأحاديث والآثار وفعل الصحابة وما إلى ذلك من خير، بمجرد يعني في المحاضرات أو المواعظ أو الخواطر أو عندما نرى الصحبة ها نتذكر ثم نلهو عنهم في أمور آخرة. هذا ما يتعارض في أمور الدنيا، هذا ما يتعارض أبدا، لكن يا أخي أنت تعرف أن لك فترة ولك وقت ولك زمن، فترة محدودة. كم ستكون؟ 70 80 100 أطال الله عمركم وأصلح عملكم ها؟ ثم بعدها حياة صغيرية. يا أخوان لو طلع أحد الآن من الصحابة منذ متى قد وفاتهم المنية رضي الله عنه وأرضاه؟ منذ زمن صح؟ ما نعرف متى تقوم القيامة صح ولا لا؟ فماذا أعلمنا لها؟ لو طلع الآن ترى ماذا سيقول لنا؟ ترى ما هي النصيحة؟ أنا أقسم أن كل منا يعلم ماذا هو مطلوب منه، وإن لم يكن يعلم فإنه قد فرط وقصر في جانب التعلم لهذا الأمر العظيم. تذكر 100 سنة في مقابل حياة سرمدية، ماذا ترى ستكون هذه الإشكالات والمصائب إنجاز التعبير والأمور التي ستحملها في مقابل جنة؟ ما أن تدخلها إلا وقد نسيت كل شيء. البدار البدار يا أخوان للمحافظة أول على النفس والعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه. أنا بك تتفكر بس إيش كثر تحمل النقال، إيش كثر تطلع عليه. طيب أنا أبي منك 50% شيء لمصحفك وشيء لجوالك، ترى ستخدم بشهر؟ يقين ستخدم، وراجع نفسك. طبعا الموضوع أو المقصود من هذه المحاضرة هو الكلام عن تاريخ السنة وحجيتها ونشأتها، وأرجو أن يكون هناك إطالة فتكون مملة، ولكن حبيت أن أبدأ بهذا الأمر. من يطالع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في إجماع الأمة ويعرض الأمر على عقله، أنا أتكلم عن العقول السليمة يا أخوة التي حباها الله عز وجل واجتباها لهذا الدين، لا أتكلم عن عقول أهواء، لا أتكلم عن عقول مصالح، لا أتكلم عن عقول قد قدمت أمر الدنيا على الآخرة. إذا كان راشداً
ينتهي إلى أن السنة حجة في دين الله يجب العمل بها وعدم التفريط فيها لحظة واحدة، وإلا كان آثما على تفاوت درجات الإثم، وإذا ترك بعض الأمور المسنونة يكون مهمل ومقصر. طبعا حجية السنة من القرآن، كل الآيات التي تدعو إلى طاعة الرسول وتحذر من معصية، مثالها قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقول المولى عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه. وقوله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية الذي في آخره: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما الإجماع فقد انعقد إجماع المسلمين من عصر الصحابة إلى هذا اليوم على أن السنة حجة يجب العمل بها ومنكرها في الجملة كافر. أما العقل وانتبه، الأصل تقدير النقل على العقل، لكن ما يمنع أن نناقش العقل فيما لا يتعارض مع الشريعة أثبتت. أما العقل أثبت العصمة له صلى الله عليه وسلم، فمن حقه أن يبين القرآن ويشرحه وأن يكون قوله حجة. وكذلك عرفنا من الواقع، وهذه فكر فيها شوية، انتبه لهذا الكلام، أن حامل أي مذهب أو منهاج هو أولى الناس بتفسيره، أليس كذلك؟ وبيانه، ويكون كلامه حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حمل لنا هذا القرآن عن رب العزة، فكان تفسيره للقرآن والاتيان بأحكام جديدة حجة يجب الاستمساك بها والعمل بها. نشأت الكتابة باختصار في تاريخ السنة في القرن الرابع الهجري، كان أول من عني بذلك محمد بن إسحاق، ثم تابعت الجهود فكان منها ما عمله الخوارزمي، وكذلك جاء لفخر الدين الرازي، ثم تقدمت الجهود شيئا فشيئا حتى ظهر أوسع كتاب في تاريخ السنة وغيرها من العلوم، وهو الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. وتستطيع الرجوع إليه والتماس هذه المعنى في الكرة، أنا سأختصر حتى لا أطيل عليكم، لشمس الدين المعروف بالسخاوي المتوفى 902. ثم أفردت الكتابات في تاريخ السنة في كتاب خاص اسمه الرسالة المستطرفة في بيان علوم السنة المشرفة للشيخ عبد الحي الكتاني من فاس بالمغرب من علماء القرن الثالث عشر. وكانت الجهود المعاصرة بعد ذلك، ومن أبرزها الحديث والمحدثون لمحمد أبو زهرة، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي، وكذلك البحوث في تاريخ السنة المشرفة لأكرم ضياء العمري، وبحوث في تاريخ السنة لعبد الفتاح أبو غدة، ودراسات في الحديث لمحمد مصطفى الأعظمي. ثم جاءت بعد ذلك جهود المستشرقين، فجمعوا العلوم المتصلة في تدوين العلوم الإسلامية جميعا في كتاب اسمه علم التاريخ عند المسلمين، وقد تناول عدة كتب. أهم الجهود التي بذلت لحماية السنة، هناك جهود مبذولة لحماية هذه السنة، ولا أتكلم عن العصر هذا، وإلا هذا يقع في شروح في محاضرات كثيرة، لكني حاولت الاختصار. شرح أحاديث الأحكام على وجه الخصوص، الكتابة في تاريخ العلوم ومنها تاريخ السنة، رد الشبهات التي ما زالت تثار حول السنة، تعرفون أعداء الإسلام وما يتربصون به وكيف يحاولون أن يأتوا بشيء يشكك أبناء هذا الدين فيه. لكن الحمد لله والفضل من لله، العلماء بمرصد لهم. أيضاً تحقيق المخطوطات الحديثة سواء بما يتصل بالإسناد أو بما يتصل بالمتن، أيضاً إعادة تقديم الحديث النبوي مشروحاً بأسلوب يناسب العصر، أيضاً توظيف الحديث في خدمة العلوم الأخرى،
وأيضا تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والموضوع، أيضا الكلام على مناهج المحدثين، وأيضا اختصار كتب الحديث. وكل فقرة قد ذكرت لها كتب، لعلنا إن شاء الله ندرسها في هذا المركز المبارك ونبين هذه الكتب وندرسها. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.